وعشان كده وعشان حلقتنا النهارده كانت حلقه مليانه بالاختلاف اللي في الحقيقه مش هيصل للائتلاف غير لما نلوذ بالله سبحانه وتعالى. فتعالوا عشان نهدي بالنا وكمان نحس بان احنا موصولين مع ربنا، تعالوا ناخد نفس وتعالوا نقول يا الله 10 مرات ثم نلوذ بيه. اول ما يحصل لك التعب والضيق وتحس ان الدنيا ضيقه عليك، تعالوا نلوذ بربنا ونجيب المناجاه دي. اللهم انك تعلم ان قلبي فيه كثير من حكايات الوجع لا يعلمها الا انت، وانا عبد لطفك وفضلك، فبحق انك ما خيبتني ابدا وسارعت على الدوام في خلاصي وجبر خاطري، اسالك ان تسقيني الان كاسا من محبتك ووصلك، اغيب به عن كل اوهامي فافيق بعد شرابه، وقد ادخلتني في كهف حنانك ولطفك ورضاك، فتيقن انني اصبحت بفطره وليد، وأنك رضيت عني في جنة العبيد. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، أكرمنا على الدوام برضاك عنا يا أكرم الأكرمين.